السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. الحصة سأخصها للمستوى الأولى بكالوريا في إطار الاستعدادات للفروض المقبلة إن شاء الله فيما يخص الطاقة الحركية والطاقة الميكانيكية، إذا وكل ما يحوم حولها. إذا فوالا، التمرين هو الآن أمامكم باللغة العربية، إذا يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة على مختلف هذه الأسئلة. إذا سنقوم الآن بإعطاء إشارات حول هذا التمرين، وهو أنه يتكون من جسم. هذا الجسم فهو يتحرك وفق أجزاء معينة، الجزء B اللي هو عبارة عن مستقيم، وكذلك الجزء BD. إذا ولكن لا ننسى أنه لا يتحرك بدون احتكاك، إذا فحركة هنا تتم بدون احتكاك على المستوى ABD. إذا نأخذ الطاقة الوضع الاعتقالية كمرجع المستقيم المار من AB، والأسئلة وهي أولا أجر القوى المطبقة على الجسم خلال انتقاله من A نحو B، تطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين A و B لإيجاد شغل القوى F. إذا من بعد وصلنا للسؤال المرحلة الثانية، وهو تحذف القوى F عند مرور الجسم عند الموضع B في حين يواصل الجسم حركته فوق الدائرة BD. إذا بين أن الطاقة الميكانيكية تنخفض أثناء الحركة من B إلى M، ثم استنتج قيمتها في النقطة M. أوجد تعبير طاقة الوضع الثقالية عند النقطة M بدالة M و G و R و ديتا، ثم احسب قيمتها. بين أن الطاقة الحركية في الموضع M تساوي 6.75، ثم استنتج أو احسب فيتاس سرعة الجسم عند النقطة M. إذا هذه هم الأسئلة، تنظر أسئلة نموذجية، أسئلة يجب فقط فيها تطبيق ما سبق أن درستموه في من خلال الدرس. إذا سأنتقل الآن إلى الأجوبة بالنسبة لكم، ثم يمكن لكم توقفوا الفيديو وتجاوب طبعا حال دير واحد الجهد ديالك خاص لإيجاد الأجوبة ثم تعود إلى الفيديو. إذا على كل، بالنسبة لجرد القوى المطبقة يعني vous allez faire l'inventaire des forces appliquées sur le système. Alors bien sûr le solide S est soumis à différentes forces. إذا تحاول تتكلم باللغة الفرنسية، لماذا؟ لأن هناك بعض الطلبة يريدون أن يعرفوا هذه الأمور هذه باللغة الفرنسية، هذا هو علاش نهضر باللغة الفرنسية وسأهضر باللغة العربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذا بالنسبة لجرد القوى هي لو بيلون دي فورس. إذا بالنسبة للجسم هذا غنكتبوا، فالجسم S فهو يخضع أثناء حركته إلى القوى التالية. أشنا هم هذه القوى؟ يعني أولا قوة الجاذبية اللي نعتبرها بي، وهناك قوة أو تأثير، قوة تأثير الجزء الأفقي اللي هو AB نعتبرها لا رياكسيون دو بلون R، وهناك كذلك القوة F. إذا من خلال الرسم تستفدوا بأن عندنا F، عندنا لو بوا، دونك فوالا لو بوا اون بو لو ريبريزونتي، ولكن هذا الشيء غير مطلوب غير باش تفهموا ذلك. عندنا القوة R كذلك فهي في اتجاه عمودي على جزء AB لأن ليس هناك احتكاك. إذا من خلال هذا السؤال الأول، إذا غندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقوم بتطبيق مبرهنة القيم مبرهنة الطاقة الحركية، يعني la variation de l'énergie cinétique entre deux points A et B est égale normalement c'est l'énergie cinétique finale en B moins l'énergie cinétique initiale qui est égale la somme des travaux de toutes les forces appliquées. Donc c'est le travail de toutes les forces appliquées entre A et B, à savoir les forces au travail du poids, travail de la réaction, plus le travail de la force F. Alors, puisqu'il n'y a pas de frottement, les deux travaux sont nuls, il reste le travail de F. Alors, l'énergie cinétique, c'est 1/2 mVb au carré moins 1/2 mVa au carré. Comme la vitesse initiale égale à 0, donc il ne reste tout simplement le travail de la force F selon le trajet AB est égal à 1/2 mVb au carré. Voilà. بالنسبة لهذا
السؤال. نمر الآن، قال لك استنتج أن شدة F، إذا خصنا أولا نقلب على نعرف بأن لو ترافاي دو لا فورس F سي لا فورس سكالير لو ديبلاسمون بور دو سكالير، دونك سي F فوا لو موديل دو AB كوز دو لونغل كو في F افيك AB سي ألفا. ألو كونيسون سوسي دونك أون بو ديتيرميني F، دونك سي لو ترافاي دو لا فورس كو جو ديفيز باغ AB كوسينيس دو ألفا. إذا ناخذ ورقة أخرى، إذا غنقولو بأن لو ترافاي دو لا فورس، دونك ما بقاش لي حيت ما بقاش لي ليسباس، ولكن غنكتبوها هنا ديريكتومون. إذا فوالا جو ميكسكوز، إذا إي سيفي دو فيغ فوتر كالكول. إذا لو ترافاي دو لا فورس سي أن دومي ام في كاري، سيتادير 0.5 فوا 0.5 فوا سي 0.5 فوا 0.5 فوا 36 كو جو ديفيز بار AB اللي هي 1.5 فوا كوس دو الفا اللي هو 0.5. دونك فو زالي تروفي بيان سور F ايغال سي بيان ايغال 9 سور 1.5 فوا 0.5. دونك فو زالي تروفي اكزاكتومون 12 نيوتن. دونك فوالا بالنسبة لهذا السؤال. نمر الآن بقية الأسئلة. إذا قلنا بأن عند النقطة F تحذف القوة F، والسؤال وهو بين أن الطاقة الميكانيكية تنحفظ بين M. إذا عندنا من خلال المعطى هو أن الجسم يتحرك بدون احتكاك على المسار A B وكذلك BD. إذن فهذا يدل على أن هناك انحفاظ في الطاقة الميكانيكية. إذن tant qu'il n'y a pas de frottement entre les deux points A et D, on peut dire que la variation de l'énergie mécanique est nulle. Autrement dit, il y a conservation de l'énergie mécanique. Et cela va nous aider, bien sûr, à répondre aux autres questions. Alors, من خلال أن الطاقة منحفظة، استنتج قيمة الطاقة الميكانيكية عند النقطة M. إذن ماذا يمكن أن نقول هنا؟ أن نقول بأن الإنرجي ميكانيك في النقطة M هي نفسها في النقطة B. نعلم أن الإنرجي ميكانيك سيكوا عند النقطة B هي الإنرجي سينيتيك عند النقطة B plus الإنرجي بوتنسيال عند النقطة B. من خلال أن المرجع هو عند الطاقة الوضع هي الصفر عند النقطة B، إذا غتبقى هي إنرجي نقص تقدر سيكوا سي أن دومي أم في بي أو كاري اللي وجدناها أصلا هي 9 جول. إذا الطاقة الميكانيكية عند النقطة M، غنقولوا بأن دوك الطاقة الميكانيكية عند النقطة M شحال هي 9 جول. فوالا. السؤال الخامس، أوجد تعبير الطاقة الوضع التقالية في عند النقطة M. إذا الطاقة الوضع التقالية عند النقطة M بصفة عامة من خلال الدرس هي M زد M بلس إن كونستانت. ساشون كو لينيرجي بوتونسيال عند الموضع B كمرجع هي M J Z en B plus une constante. كوم Z B égale à 0، دونك هذه égale à 0، ça veut dire que la constante égale à 0. وبالتالي l'énergie potentielle عند النقطة M ما هي إلا M J Z M. alors il faut trouver Z M. donc d'après le dessin، donc vous remarquez que Z M ici c'est quoi؟ c'est هاد l'altitude، هي هاد l'altitude هذه. donc هي هاد l'altitude هذه. وهاد لاتيتود هادي ني اوتر كو هاد لاتيتود لي هي ار كي فو روترونشي سيت التيتود هادي. الوغ فو سافي كي سي جو ترافاي افيك سي جو جابيل سا غراند بيتيت اكس فو جي كوس دو ديتا ايغال ا كوا ايت ايغال ا اكس سور ار. اذن اكس سي كوا سي ار كوس دو ديتا. وبالتالي هاد زد ام ني اوتر كو كوا
Donc ZM n'est autre que R moins X, c'est-à-dire R moins R cos de delta, c'est-à-dire R facteur de 1 moins cosinus de delta. أتمنى أن يكون الطلبة فهموني شنو ندير هنا. دونك غادي نجي دابا مباشرة غنكتب الجواب هنايا. دونك c'est-à-dire que ZM est égal à R facteur de 1 moins cosinus de delta. وبالتالي l'énergie potentielle في موضع M غتكون هي mg fois r 1 moins cosinus de delta. Donc voilà, il suffit de faire votre application numérique. Donc j'ai trouvé égal à 1,25. Donc il suffit de faire votre calcul. إذا قلنا دابا التمرين رقم سؤال رقم 6 بين أن الطاقة الحركية عند النقطة M تساوي إذن الطاقة الحركية عند النقطة M، إذن من خلال ما توصلنا إليه هو أنه هناك انحفاض في الطاقة الميكانيكية، بمعنى أن وجدنا أن الطاقة الميكانيكية في الموضع M هي نفسها في الموضع B، علما أن الطاقة الميكانيكية هي الطاقة الحركية بلس طاقة الوضع الثقالية. ما يهمنا هو إيجاد الطاقة الحركية. دونك ستادير كو الطاقة الحركية عند M هي الطاقة الميكانيكية ناقص الطاقة الوضع الثقالية، علما أن الطاقة الميكانيكية عند النقطة M هي نفسها عند النقطة B موان لينيرجي بوتونسيال عند النقطة M. أوغ بالنسبة لهذه وجدنا هي 9 وهذه وجدنا هي 1.25، دونك سي 7.75 جول. فوالا تبقى لنا السؤال الاخير وهو ايجاد السرعه. علما ان النرجي السينيتيك في النقطه ام هي ان دومي ام في بي او كاري، من هنا نستنتج في بي سوغا دونك دو فوا لينيرجي سينيتيك كو جو ديفيز بار ام اون راسين. الوغ ابليكاسيون نيميريك جي تروفي دونك دو فوا 7.75 que je divise par 0,5, donc c'est 5,56 mètres par seconde. On a donc fini notre exercice. Et dans هناك تمارين جد مهمة سبق لي أن اقترحتها في فيديوهات سابقة وأخذتها من عدة امتحانات متنوعة، يمكن لكم ترجعوا لها بطبيعة الحال واستفدوا منها أكثر فأكثر. إذن أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.